السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شيوة وشيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم الطريقة ديالي في تحضير دجاج محمر بالتغميرة، كيجي لذيذ بزاف بحال ديال المناسبات وسهل جدا في التحضير. شوفوا هذا الفيديو وجربوا هذه الطريقه، ما غاديش تبقاو تعكزوا عليه، وان شاء الله يبقى يحمر لكم وجهكم قدام ضيافكم. بسم الله على بركه الله. عندي هنا شويه ديال القزبر ومعدنوس، تكون الكميه قد قد وما يكونوش كثارين بزاف، القليل فقط باش غادي ندير الشرموله ديالي. ومن بعد ملي غادي نطيب غادي نلوح واحد الحزيمه في المرق. عندي هنا كذلك واحد 10 ديال الدريسات ديال الثومه اللي يكونوا شي شويه كبيبرين. غادي نزيد شويه ديال السمن، شويه ديال الهريسه، غادي نزيد القليل من الماء، وغادي نطحن هاد المكونات مع بعضياتهم جيدا. اذا هذا هو الشكل ديال الخليط ديالي من بعد ما طحنته. دابا غادي نزيد له العطريه. غادي ندير معلقه ونص صغار ديال سكنجبير، اقل من نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره تكون عامره مزيان مخلطه ما بين قعقله وبسبيسه، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، وعندي واحد الضويمه ديال الزعفران. اذا غادي نحل هاد الضويمه الزعفران ونزيد باقي العطريه. بالنسبه للملحه ما غنديرهاش دابا حيت هذيك الهريسه والسمن مالحين، كذلك من بعد غادي نزيد مكونات اللي مالحه، فانا نفضل انني نخلي حتى الاخير الا حسيت مازال ناقصاني الملوحه عاد نزيد ديك الساعه. اذا انا نخلط هاد العطريه مع الشرموله ديالي. بالنسبه للزعفران مازال ملي غادي نصب ان شاء الله غادي نزيد زعفران شعره، وغادي ناخذ الدجاج ديالي ونبدا كنشرمل وحده بوحده. انا بالنسبه ليا غادي نطيب 4 ديال الدجاجات، اذا بالوحده بالوحده كندوز عليهم الشرموله. اولا بعدا من على برا وعاد نحاولوا ندخلوها من بعد للداخل. طبعا الدجاج يكون مغسول مزيان مزيان. نحاول في اقرب فرصه ان شاء الله ننزل لكم فيديو فيه طريقه تنظيف وغسل الدجاج، لان الدجاج الا ما كانش مغسول مزيان ما كيجيش لذيذ وكتجي فيه ريحه الزفور. اول مرحله في طياب الدجاج هي الغسيل ديالو، كيخصو يتغسل مزيان مزيان. ملي كنشرمل الدجاجه ديالي من برا كذلك كنحاول ندخل شرموله ندخل، وهنا ما بين الجلد واللحم بحال هكا. صافي، اذا هذه غادي نحيدها جانبا وغادي نشرمل باقي الدجاجات بنفس الطريقه. اذا من بعد ما شرملت الدجاجات ديالي غادي نغطيهم وندخلهم للثلاجة. انا غنخليهم يباتوا، شرملتهم بالليل وغادي نطيبهم غدا ان شاء الله بالغدا. من الاحسن يبقاو راقدين في هاد الشرموله واحد 4-5 السوايع على الاقل باش كيتشربوا لي مزيان هذيك اللذه ديال العطريه. طبعا الا كنتو زربانين كيمكن لكم تشرملوهم وتبداو طيبوا في الحين، ولكن النتيجه كيف ما سبق لي قلت غتكون احسن الى رقدوا مزيان في ديك الشرموله. دابا قبل ما نبداو نطيبوا الدجاج ديالنا غادي نحزموه مزيان بحال هكذا باش ما كيتحلش. اذا الطريقه كندخلوا الرجلين هنا، كنديروا بحال هكا رجل فوق رجل، وكنجيبوا واحد الخيط طبعا اللي يكون نقي. اول حاجه غادي نحزموا الرجلين بحال هكا، thank you.
بركة الله غادي نبداو نطيبو الدجاج ديالنا. اذا انا درتو هنا في الطنجره اللي تكون كبيره وغادي نزيد عليه قياس واحد الكاس يكون مخلط بين الزيت الروميه والبلديه، وغادي نخلي الدجاج ديالي يتقلى. غادي يتقلى من الجانب الاول ونقلبو يعاود يتقلى من الجانب الثاني. كيف ما لاحظتوا معايا الزيت خليناها حتى بدينا كنصبو، ما درناهاش في الشرموله باش الدجاج كيتشرب ليه مزيان العطريه. الا درتو الزيت مباشره مع الشرموله هذيك الزيت ما كتخليش العطريه تدخل مزيان في الدجاج. في الوقت اللي عندي فيه الدجاج كيتقلى غادي ناخذ واحد القطيب غادي بحال هكا نتك الدجاج ديالي مزيان باش كيدخلوا طياب مزيان. هاد العمليه غادي نديرها من الجهات بزوجهم. ومن بعد ما تقلى لي الدجاج من الجهه التحتانيه غادي نقلبو ونعاود بحال هكا نتكو مزيان ونخليه كذلك يتقلى من الجهه الاخرى. من بعد ما كيتقلى لي الدجاج غادي نرجعو على كرشو وكنخوي عليه هذيك الشرموله اللي بقات عليه، وغادي نزيد نمرق بالقليل من الماء اللي يكون مغلي القياس الكافي اللي غادي يطيب لي فيه هذا الدجاج. غادي نزيد واحد الحزيمه ديال القزبر ومعدنوس، من بعد غادي نحيدوها. واحد البصيله صغيره اللي نكون شلتها بحال هكا. هاد البصيله غير باش المريقه ديالي حتى هي تلذذ بالذوق ديال البصله حتى الاخير. وغادي ندير البصله ديال الدغميره، وغادي ندير العناق والكانسات اللي قطعتهم. بالنسبه لهاد الكبادي فغادي نديرهم يتسلقوا شي شويه حتى الاخير، وغادي نزيدوهم باش نديروا الدغميره ديالنا. غادي نزيد القلب ديال واحد الحامضه مصيره. هاد القلب ديال الحامضه مصيره من الاحسن ديروه مع الشرموله، انا غير نسيتو. كطحنوه حتى هو مع الشرموله وتشرملو به الدجاج، انا نسيتو زدتو في هاد المرحله. هنا غادي ناخذ شويه ديال الزعفران الحر غادي نديرو بحال هكا فوق الغلاقه ديال الطنجره ديالي، وغادي نخليه حتى كيكرم مزيان وكنحكو ونزيدو في المريقه ديالي. صافي انا هنا حكيت هذاك الزعفران من بعد ما كرم مزيان ودرته هنا في الطنجره ديالي. بالنسبه لهاد الدجاج فمره مره كنحركوه بحال هكا غير باش ما كيلتصقش لينا في الطنجره، يعني بحال هكا مره مره نحركوه. وكذلك مره مره كناخذو من المرق وكنسقيو به الدجاج ديالنا باش حتى من الفوق كيتلذذ مزيان الطيبه ديال المرق. هاد العمليه غادي نبقاو نكرروها طول الوقيته ديال الطياب ديال الدجاج. وغادي نغطي على الطنجره ديالي ونخلي الدجاج يطيب على خاطرو على نار ما تكونش مجهده بزاف، ولكن كنخلي الطنجره بحال مفوهه شي شويه بحال هكذا باش ما كتسلخش لينا هذيك الجلده على الدجاج. صافي اذا من بعد ما كيطيب لي الدجاج ديالي كنحيدو كنخليه هنا جانبا. من بعد كيمكن لكم يا اما تدخلوه يتحمر في الفران اولا تقليوه حسب الرغبه. الا كنتو غادي تحمروه في الفران دهنوه بشويه ديال الزبده، ممكن كذلك دهنوه بالهريسه والموطاغ حسب الرغبه. بالنسبه للمرق فغادي نزيد عليه بصله مشلضه بحال هكا، تكون البصله الحمراء هي اللي كتغمر مزيان. دايره انا هنا قياس 4 ديال البصلات، وانتوما كيبقى على حساب كميه الدغميره اللي بغيتو ديروا. اذا هنا من بعد ما ديك البصله كتنزل لي شي شويه وكيبدا يدخلها الطياب، غادي نزيد هذيك الكبده اللي سبق لي سلقتها وقطعتها كنزيدها باش حتى هي تطلق اللذه ديالها في الطغميره. وغادي نخلي كل شيء يطيب وما نغفلوش على التحريك، مره مره كنحركو باش الطغميره ديالنا ما تلصقش لينا في الطنجره. هنا غادي نضيف ايضا طريفات ديال الحامض مصير القشره ديالو، الكميه كتبقى على حساب الرغبه ديالكم. هذا الحامض مصير كيطيب بالزربه فغادي نخليه غير واحد شويه يبان لي دخلوا الطياب، وغادي نحيدو باش ما يهراش وباش يبقى شاد في راسو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هذيك الدغميره ديالي بدات كتشرب المرق ديالها. انا هنا زدت القليل من الزيتون الاحمر سلقته وصفيته باش نقصلو من الملوحه ديالو، عاد زدته في الدغميره ديالي. هذا الزيتون كيبقى اختياري، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ممكن تستغناو عليه كيف ما ممكن حتى الاخير حتى كطيب الدغميره وكديروه غير هكا من فوق من الدجاج. صافي اذا هنا غادي نجهد شويه العافيه وغادي نستمر في التحريك باش ما كتلصقليش الدغميره وباش كتوقف مزيان بسرعه. اللمسه الاخيره اللي غادي نديرو هي القليل من الزيت، انا دايره هنا معلقه كبيره، ممكن تحتاجوا تزيدوا شويه اكثر. هاد الزيت هي اللي كتعطينا اللمعه للدغميره وكتخليها تغمر وتوقف مزيان وكتجي بواحد المنظر جد رائع.
اذا غادي نزيد هذا الزيت وغادي نحرك ونستمر في التحريك على نار كما قلنا تكون مرتفعه شي شويه حتى كتوقف لي الضغميره ديالي مزيان. اذا هنا كيف ما كتشوفوا معايا الضغميره ديالي تقريبا جاهزه، غادي نخليها غير شويه مازال تزيد توقف وصافي غادي تكون واجده جد جد رائعه لذيذه. وكملاحظه الملحه ديالها هي هذيك بدون اضافات بالنسبه ليا انا، لانها كتشرب بزاف وكتركز فيها الملوحه ديال باقي المكونات. نرجعوا دابا لذاك الدجاج، انا بالنسبه ليا قليته كيف ما ممكن تحمروه في الفران، غير هو القليان كيعطيها واحد التحمار زوين وما كيجيش داك الدجاج ناشف، كيجي مقلي زوين جد رائع. طبعا نتوما ديروا الطريقه اللي تناسبكم. اذا من الاحسن تكون واحد المقله اللي شويه غارقه، وغادي نبقاو نقليو الدجاج من جميع الجوانب بربعه بهم حتى ياخذ اللون المطلوب. وصافي دابا ما بقى لينا غير نقدمو الطبق ديالنا، وغادي نخليكم مع بقيه الفيديو. كان هذا هو الشكل النهائي ديال طبق الدجاج بالضغميره اللي صوبته معكم اليوم. فعلا كيجي جد جد رائع، نتمنى انكم تجربوه بطريقتي وغادي تدعيوا معايا ان شاء الله، غادي يعجبكم بزاف وغادي يولي معتمد عندكم. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع، لايك تعليق بارطاج ديال لا فيديو واشتراك في القناه بالنسبه للزوار الجدد. طبعا ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة. شكرا على المشاهدة، نتلاقاو مرة اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفة اخرى.